الحمد لله يعني بعد 9 أيام من الإضراب يعني تم الفصل في هذه القضية والناس عودت إلى مناصب عملها على الساعة 0 ليلا، لأن يعني المناقشات تمت يعني في ساعة متأخرة من الليل، لكن ما كانت أي وساطة في هذه النقطة بالذات. نظن ما هو إلى تفهم للوضعية، وتفهمنا كلنا وخذينا دروس من اللي حدثنا في 9 أيام، أنه لا جدوى من كل واحد يبقى متشبت بالأبوزيسون تاعو. الهدف الرئيسي هو أن المياه تعود لمجاريها والمؤسسات تقدر تخدم، باعتبار أن الإدارة العامة من أول ولا ما غلقتش باب الحوار أولا، وما رفضتش المطلب، قالت بالعكس، قالت أنه مطلب شرعي. عنده أكثر من 3 أيام، عنده أكثر من 3 أيام، إحنا درنا دفتر شروط، أنا كونسلتي البيرو ديتود جال عندنا، درنا امبريز دو كونتاكت مع الفيدراسيون تو لي مومب دو سانديكو، درنا الإطروحات، خدا يعني نقاط معينة، عرف واش رانا حابين اكزاكتومون، وتوعد في 15 أيام المقدمة إن شاء الله يعطينا المدة الزمنية اللي تطلبها دراسة من هذا النوع باش يتم إعادة جدول الرتب لكل عمال الشركة إن شاء الله.